سيف ده. علي أنا كتير فرحانة مشانك ومشان علي جان. يلا بابا خلينا نفوت على بيتنا، ماما ناطرة. روح علي لا تنطر، تصبح على خير، تصبح على خير علي جان. وانت بألف خير. بكرة بشوفك. امشي. شو عم تقول انت؟ انت سمعتني كتير منيح شو قلت. الشيخ علي هو اللي قتل ابوك. انت مو عم تدور على القاتل من زمان؟ وهي طلع قريب منك كتير. هي المعلومة اللي عم قلك اياها اكيدة 100%. علي هو اللي قتله لابوك. هذا شو اللي جابه لهون بهالوقت المتأخر؟ شو اللي عم يخبي علي يا تراه؟